المخطط يستهدف يعني خطط رفيق عريس حول هذا الموضوع على أساس التفتيت، على أساس طائفي ومذهبي وابني وعرفي. شوفي بالمغرب مسيحي مسلم مش تناقض، في أمازيغ بدهم يفصلكم اياه، يقطعوا من جذوره ويبطل معكم ولا جزء منكم، اذا بدهم يخلوه هذا الطبع ويخلوه يستعر 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 الى الحد اللي بيصير الصراع اهلي، وهذا اخطر الحروب في الدنيا، الحروب الاهليه. لذلك الواحد بيحذر رفاق ورفيقات. شفت مشهد مخزي وعار، واحد بفرنسا المظاهر حاطط على ظهره علم أمازيغ وبيحرق العلم المغربي. لاحظين هذه حادثة مش فردية، هاي مش فردية، مش واحد خطر على باله يعمل هيك، هذا عشان تفجير هذا التناقض، بده بيحرق العلم الوطني. انت مغربي قاعد في المغرب، انت مواطن، لازم دائما ننظر للمساله من هذا الزاويه. احنا مواطنين باعراق مختلفه، باعراق مختلفه، بس احنا مواطنين، وبالتالي لا يجوز ان يحرق العلم المغربي بغض النظر عن النظام السياسي اللي حطه واللي رسمه، لكنه يمثل الهويه والشعبيه، ولا يحق لاحد ان يحرق. ولا مره شفنا انه في اسرائيلي حرق العلم الاسرائيلي، ولا مره شفنا واحد امريكي حرق العلم الامريكي، بيعتبر هذا رمز الوطن، واللي ما بيحترم وطنه هذا خرجه اسرائيل. ما تنساش تابونا فلاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيد بريس.